معانا خبير تجميل مستر احمد لطفي، هنساله بعض الاسئله المهمه عن الشعر والبشره. ازاي حضرتك؟ ازيك فهمي. في البدايه هنتكلم عن طرق تركيب الشعر. مستر احمد هيقول لنا ازاي بنركب الشعر. دلوقتي هو في الطرق اللي هي المعتاده لتركيب الشعر اللي احنا بنتكلم ان هي خلاص الموضوع اختلف تماما، في تطور في عالم تركيب الشعر، عشان في ناس كتير قوي بتكون مضطرة تركب شعر غصبا عنها، شعرها قصير، شعرها ما بيطولش، عندها مناسبة مثلا فرحها وهي شعرها قصير فبتضطر ان هي تركب شعر. في طبعا بعض الاحيان بيكون ناس وزن شعرها خفيف جدا فالموضوع بيأزمها نفسيا فبتبقى برضو مضطرة ان هي تركب شعر كوزن للشعر مش طول، انما في ناس برضو بتحب تطول شعرها فالموضوع بيكون افضل. ان احنا هنا معانا الموضة اللي معانا مثلا دي مركبة طريقة شعر، لو الكاميرا هتجيب هتلاقي مثلا اللي هي الشواتير الخصلات اللي هي العريضة اللي هي بالشكل ده، دي طبعا احنا بنتكلم ان هي ليها تأثير قوي جدا على الشعر، لو هي مركبة بنفس الطريقة اللي معانا ديت دي بتكون بتأثر على الشعر. في طرق تانية برضو لتركيب الشعر اللي هي باللزق اللي هي مسدس اللزق، وفي الكليبسات اللي هو العالم الناس مهتمية بجزئية تركيب الشعر، فاحنا بنبعد تماما عن طرق التركيب الشعر المعتادة دي عشان بيكون ليها تأثير كوزن خصلة كبيرة للشعر بتتحمل في بعض الخصل البسيطة زي ما احنا شايفين كده، فدي بتأثر على الجزء ده خالص ما بتخليش الشعر ينمو بشكل طبيعي وبيحصل تساقط شعر في الجزئية دي. طرق تركيب الشعر السليمة اللي هي اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي هي دي الطرق دي اللي هي دي الشعر الليزر، تركيب الشعر الليزر بيكون من داخل الشعر بيكون بالطريقة دي خلاص، طبعا البيج دي بتتفك خالص بس انا مش عايز اركبها دلوقتي خالص عشان لازم افك ده، فانا بوري حضرتك ان دي لما بتتحط دي ملهاش اي وزن ومش تقيلة وملهاش اي وزن على الشعر وبيكون شكلها طبيعي 100% من داخل الشعر كله بتتركب بتوزع في الشعر كله، دي افضل طريقة لتركيب الشعر الناس كلها تركبها، في اللي هم مضطرين يركبوا او اللي حابين يركبوا شعر بيركبوا بالطريقة التكنيك دوت مش الشواتير القديمة، مش يعني دي حاجة مختلفة اكستنشن، نوع من انواع الاكستنشن بس سلايز رفيعة جدا فبيكونش ليها وزن وما بتبانش في الشعر وما بيبقاش ليها ملمس تماما في الشعر. دي طرق تركيب الشعر، لو خدت بالك في بعض الفنانات كتير الناس بتبقى شايفة ان هي شعرها اختلف تماما ومش عارفة ايه سبب شعرها طول ولا ما طولش وشكله بيكون طبيعي، بيكون بالتكنيك دوت اللي هي السلايز وزن الشعر او لطول الشعر، فده افضل طريقة لتركيب الشعر. بنبعد عن كل الطرق اللي هم يعرفوها، دي افضل طريقة دلوقتي في عالم تركيب الشعر، وده كان تقريرنا النهاردة عن جزئية تركيب الشعر بس.